استفرغب ذا أروح حرن حشر مر صار حرقان. قال لي أنا أمي ما وافقت أروح. قلت بها من أمك من أبرشت. جينا مشينا قلت أرتب بسكو على طريق الثقب وكك المسجد. قلت نغسل ننشط كهلنا البرست خلاص يبي هلنا. وافتحك الغرف وأثرى ثلج بمسجد سلا كبر الفرش يبقى مكيفين. تعالي جيب الفرش قبل الذرع عصر وندخل ونفرش. نمنا حنا وتنبهت انا ظلمه ما بقى زاز ما بقى درايشي مدري وش. وقوم اللي بجنبي قلت قم يا علي خرج اهلنا حول الذرع عصر او بعد الذرع عصر قومونا ما قومونا. قلت اجل خلوا ينام ما هرج. يوم دخل علينا اثنين ثلاثه مع الغرفه جثث. قال ان الامام يقول جنازه وحده وشلون صار بو ثلاثه؟ حسبوا جنايز. انا متغطي ومجلد وانا اسمع يقول ثلاثه انه بالكشف ما بولا واحد. وتنبه واطلع راسي واسكت. وفيدي يدري ويسكت. انا ما همل وانا متغطي. منين جاء الثالث؟ الثالث احنا اثنين بالغرفه. منين جاء الثالث؟ الميت. والمس اثر ابو كفن بجنبي مجيوب واحد بيصلى عليه العصر. اما انا دايخين احنا ما ادري نابهم جايبينه. ومتغطين اليمين من التعب. جابوه وراحوا. وهل تنقزت حسبه ميت حسبه ميت؟ ما ادري واحد ميت بيسلم عليه ذا. اقول علي كم هنروح لاهلنا؟ وش راح الجنازه؟ الجنازه بجنبي وانا نيم وذاك نيم من قفاي. قال لي ابوي تعتع. نمت انا ابو فتحه الباب ابو فتحه طلعت بسفر واقوم انا ما وطيت الارض. وامر من عندهم ترتفع شمغهم من السرعه. هم نزوا يقول وشلون قام جنازه وشلون قامت وشلون قامت تركض هيك. عمر في جيبه تاع 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 ابطا ما علمهم انه حي. وجلدوه جلد عطى بابهم من